أنت تنظر الآن إلى شخص وتستحسنه ولا تعرف لماذا تستحسنه. العلم يحاول أن يكشف الغطاء عن بعض هذه الأشياء. فيما يتعلق بالجنسين تجارب علمية لطيفة ومثيرة جداً، مش مثيرة جنسياً، مثيرة علمياً وإن كانت تتعلق بالإثارة الجنسية، مثيرة علمياً. يعرض على مجموعة من المختبرين صور لنساء، معظمهم يحبذون صوراً معينة، لكن لماذا؟ لا يعرفون. يقول لا أجدها جميلة. طب إيش الجميل فيها؟ لا يعرف. العلماء طبعاً أهل التعمق هؤلاء والبحث والصبر عرفوا السر. كل النساء اللائي قيل عنهن إنهن جميلات كانت حدقات أعينهن بفارق مليمترات ضئيلة جداً أوسع. طبعاً يستحيل، أنا مش آلة، أنا مش كمبيوتر حاسوب، لا أستطيع أن أدرك هذا. أنني أدركت أن حدقة عينها أوسع قليلاً من تلك فكانت في عيني أجمل، هو هذا السبب بالضبط. عجيب، من الذي يدرك هذا؟ إلا شعور، شيء أنت ورثته ميراث، هذا ألوف السنين، عشرات ألوف السنين عبر مسيرتك في هذه الحياة كإنسان. وفعلاً علمياً المرأة حين تستثار، حين تطلب زوجها، تطلب زوجها تتسع حدقة عينها، هذه علامة على الإثارة الجنسية. طب أنت ترى هذا ولا ترى؟ طبعاً أنت لم تعي بأنك استجملتها لهذا السبب، أبداً لم تعي هذا. الآن بعد أن سمعت ستبدأ تطبق هذا على الصور أو غيرها، طبق على زوجتك، على حلالك، انتبه. لكن كيف؟ كيف تتم العملية؟ عجيب، تتم في المستوى اللاشعور تماماً. كذلك النطاق المعروف أيها الإخوة في التربية بالتعلم اللاشعوري، unconscious learning، التعلم اللاشعوري، أشياء تقوم بها أنت بسهولة بسلاسة ولا تعرف كيف، مثل موضوع السكسينج، التجنيس يعني، ها تشيكن، ها سكسينج، تجنيس الدجاج، طبعا رقم واحد في اليابانيون. بروح الأمريكان الأوروبيين في اليابان بتعلم وباخذ دورات على فكرة، وما فيش شي قواعد لحد الآن، rules no rules، ما في قواعد. اليابان هذه واقف بكل بساطة، طبعا عشرات ألوف الصيصان، صيصان الدجاج هذه تخرج، لابد أن يضع إياه الذكور في جانب والإناث في جانب. الذكور هذول اللحم، هذول هذول الفورس والأشياء هذه مباشرة والمرتدلة، هذا عشان إيه؟ التبييض، من أجل التبييض، هذا مهم أكثر طبعا الإناث. لكن كيف يعرف هو؟ الياباني يأخذ مباشرة الصوص أنثى ذكر أنثى، طب إيش فيه؟ تأخذ أنت الصوص والذكر، الصوص والأنثى نفس الخلفية نفس الشيء، ما في أي فارق. كيف يقوم بعملية السكسينج هذه؟ سكسينج تجنيس يعني ذكر أنثى ذكر أنثى، كيف يقوم؟ حاولوا كل المستطاع لحد الآن فشلوا. اكتفوا بماذا؟ بقضية الفيدباك، الفيدباك في فورورد باك. على كل حال فيأتي هذا الأمريكي الأوروبي يجلس مع الياباني يقول له ابدأ أنت مارس، خطأ يقول له، صواب خطأ، صواب صواب، يكثر صوابك يوما يا ثلاث أربع أسابيع خمس أسابيع تصبح تصيب أنت، وأنت مثله لا تعرف كيف، لا الياباني بيعرف ولا أنت بتعرف. هذا اسمه التعليم اللاشعوري. طبعا نحن نمارس أشياء كثيرة بهذه الطريقة، نمارسها بحذق وسلاسة دون أن نعرف كيف تماما، مثل النظر إلى النساء هذه أجمل وأنت لا تعرف أنه بسبب اتساع حدقة العين في شيء في اللاشعور مبرمج.